6/11/2011 حي بابا عمر. هذا هو الجيش الحر الذي جاء إلى هذا الحي الفقير يدافع عن أهله وأعراضه. هذا هو الجيش الذي تصدى للعدو كتائب الأسد الذي أصبحت تقصف هذا الحي البريء. ممكن السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن كتيبة الفاروق. نحن كتيبة الفاروق من الجيش الحر السوري، أجئنا بتاريخ 5/11/2011 من أجل حماية المتظاهرين العزل في مدينة بابا عمر، وأتينا من أجل الدفاع والحماية عن المدنيين العزل. وهي الآن كتيبة الفاروق، جزء من كتيبة الفاروق، جاهز من أجل الحماية ورد وتدمير عناصر الجيش والشبيحة وعناصر الأمن الخائنين. عاشت سوريا حرابية. عاشت سوريا حرابية. حضرتك شو رأيك بالمهنة العربية اللي قدموها للشعب السوري؟ الملازم أبو الوليد عبد الله من كتيبة الفاروق. ندعو الجامعة العربية اتخاذ قرارات حاسمة ضد هذا النظام، وليس مع التآمر مع هذا النظام. وإننا نقول للجامعة العربية أن هذا النظام يتلاعب ويخدعكم، وهو ثعلب ماكر، وهو يراوغ ويزيد من القتل، وما زالت بابا عمر محاصرة وما زالت تقصف بالمدفعية. وأتينا إلى هنا للدفاع وحماية المدنيين، ونحن موجودون هنا كتيبة الفاروق، وها هي عناصر كتيبة الفاروق للمقاومة والدفاع عن المدنيين وحماية المظاهرات السلمية. ولا زالت ثورتنا سلمية، وندعو الشعوب العربية كافة والأنظمة العربية، وندعو التدخل الخارجي للحماية المدنيين وحمايتهم بحظر جوي ودخول هيئات إغاثية لحماية المدنيين. وعاشت سوريا حرة أبية، وإننا منتصرون بإذن الله إن شاء الله. شو رأيك؟ حي الجيش الحر، حي الجيش الله، حي الجيش. شو رأيك بالوضع الميداني بحي بابا عمر؟ الوضع الميداني بابا عمر بالنسبة للمدنيين، المدنيين عزل لا يملكون أي سلاح، عبارة عن مظاهرين لا يملكون إلا أغصان الزيتون والأعلام وهذه قذيفة من قذائف الهاون، نضرب المدفعية والهاون الثقيل. واسمعوا أصوات أطلاق النار والمدفعية. جيش بشار الأسد. نحن الآن في بابا عمر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك. جيش بشار الأسد يقوم بالرد على المتظاهرين بالقذائف الهاون، بقذائف الهاون والقذائف الحقيقية ورمايات المدفعية الحقيقية. ونحن إذينا من أجل الرد على هذا النظام الغدار وعلى هذا الجيش الخائن وعلى هذه العصابات، عصابات الشبيحة وعصابات الأسد، وسنلقلهم درسا قاسيا بإذن الله. لا إله إلا الله. من نرجع إلى لله. حضرتك بتقول أن أخوك استشهد 4/11. استشهد أخوي البطل الشهيد، هو عم أنقذ الحرمي الشهيد البطل يحيى الحمد أبو شاكر. وأجى الجيش الحر بقيادة عبد الرزاق أطلاس الله يطول لنا بعمره، وبقيادة أبو الملازم أول أبو عرب، وأجوا دافعوا عننا، ونحن عزل بأغصان الزيتون. نحن يحمينا الله والشباب الجيش الحر إن شاء الله. ما رأيك بالجيش الحر يا أختي؟ الجيش الحر حمانا من شبيحة الأسد وحامينا ببيوتنا وأعراضنا. بس نزل التلفزيون السوري عم يقول إنه الجيش، أنت عم تطلبوا الجيش الأسدي مشان يحميكم. لا، ما طلبنا هالشيء، هو إجا الجيش لحاله. نحن قاعدين بسلام، ما في عنا لا سلاح ولا شيء، إني صار يقوص علينا ويضربونا. الله يحميكم يا رب. الله يسلمك. نطلب من كل الدول إنها تدافع عننا وتحمينا عن القتل واحد ورا الثاني، الرضا قبل الكبير والصغير قبل الكبير.